Les élèves de la première année bac, bonjour. Alors, بعد ما اتضحت لنا الرؤية اشنو غادي يكون في الامتحان الجهوي قبل هذا الشيء كله، انا دابا في السونتر ديالي في ليكول ديالي، جيت من المدينة اللي كنت كونفيني فيها بوندون 3 mois دو كونفينمون، بعيدة على المدينة فين كنسكن وبعيدة على المدينة فين عندي فيها لي سونتر. heureusement الحمد لله والشكر لله، واخا كانت الطريق صعيبه كانوا لي باغاج، وقفونا لي باغاج لان ضروري تكون عندنا واحد لوتوريزاسيون باش ندوزو من ناحيه من جهه لجهه. الوغ كنا في جهه وجينا لجهه، الفرق بيناتهم في لو تراجي ديال 400 كيلومتر، ديك 400 كيلومتر فيها لي باغاج، فيها لي جوندار، فيها البوليس، ولكن قبل ما ناخذ الطريق اعطينا طلب ديال لوتوريزاسيون. الطلب ديال لوتوريزاسيون خاص ضروري يكون فيه الفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، الفوتوكوبي ديال لاكارت غريز ديال الطوموبيل باش يعرفوا هاد الطوموبيل راه هي اللي خارجه، هي اللي خارجه وغادي ترجع، ويكون شكون اللي غادي يكون معاك في الطوموبيل. المهم دفعنا لوتوريزاسيون بحال اليوم والغد عاد مشينا جبناها باش يمكن لينا مشينا باش نشوفوا واش غتخرج ولا لا باش يمكن لينا ناخذ الطريق. الوغ انا كنت في واحد المدينه كونفيني في واحد المدينه جات حتى هي في لا زون 1 واخا في الناحيه ديال زون 2، هذيك لا فيل جات حتى هي من لي زون اللي في زون 1 وخاصني نجي لزون 1 في ناحيه اخرى وبيناتهم 400 كيلومتر. الباشا قال لك منين نتوما في زون 1 وغادي لمدينه اخرى في ناحيه اخرى حتى هي جات زون 1 راه ما غتحتاجوش لوتوريزاسيون. المهم خدينا الطريق وصلنا، جايين نازلين تقريبا ضربنا شي 100 كيلومتر وصلنا للرباط. فاش وصلنا للرباط وقفونا لي جوندارم قال لك فينا يا لوتوريزاسيون، قلنا له ها شنو قال الباشا، واشنو قال الباشا، قال لك لا انا عارفين انسان جاي داخل هاد لا فيل اللي فيها لي كا ديال كورونا، خاصكم ما تدخلوش الا بلوتوريزاسيون. خدينا بدلنا الطريق، درنا لوطوغوت، كنا بغينا نمشيو غير بار ناسيونال، قلنا ناسيونال نوصلو شي بلاصه زوينه نفرشو نجلسو نتغداو تما ونشمو شويه الهواء لان كنا ما كنخرجوش بزاف، ولكن مالوروزمون ما سمحوش لنا ندوزو من طريق ناسيونال لان لي جوندار قالك ما يمكنلكمش تدخلوا من الرباط باش توصلوا للمدينه اللي غاديين. الوغ رجعنا وخدينا لوطوغوت وخدينا الطريق، تلقاونا لي جوندارم تقريبا شي دو فوا باراج ديال دو فوا، الحمد لله 9 ديال الليل لقاتنا وصلنا للمدينه فين كاينه، واول استراحت واحد دو جوغ وجيت للسونط خاصني نقاد شي مسائل ونشوف الاساتذه ونشوف داكشي ديالهم وكلشي داز على خير. الوغ اليوم بغيت ندير معكم هاد لا فيديو ديال اش هاد لا فيديو ديال لو كادر ريفيرونسييل ديال لو ريجيونال، الاطار المرجعي ديال الجهوي. الوغ اشنو الاطار المرجعي باش تكونوا عارفين فاش غدوزو امتحان. في الاول كنا كنطاطونيو لا بوطا ميرفيل يعني جو دا كونداني انتيغون، دابا ما بقاش عندنا حجه باش نقولوا اشنو عندنا، وهذا القرار اللي اتخذ قرار صائب وفي مصلحه التلميذ. اشنو اللي في مصلحه التلميذ؟ الوغ غادي تلاحوا الرموات بثلاثه، غنقول لك اختاروا الرومو اللي عندك معاه مزيان. الو خدمت معاكم لا بوطا ميرفي عطيتكم اشنو اللي فيها، خدمت لو ديرني جو دا كونداني، خدمت اونتيغون. الو نتوما الرومو اللي كتشوفوا راسكم انكم راه مهضوم ليكم، راكم عارفينو، عارفين الاحداث ديالو، عارفين الدروس ديالو، عارفين لو سوجي ديالو، هو اللي تختاروا نهار الامتحان. ولكن ماشي غتقول رانا عارف هاد الرومو غنختارو كتبدا تخرج في الاسئله بلا هي الاولى. لا، طريقه باش يمكن لك تغلب على الجهاوي هي انك فاش تفرقوا عليكم الاوراق نشوف لو تيكست، نقرا لو تيكست دو فوا تخوا فوا، راه عندك الوقت، عندك جوج سوايع ملي كتكون عارف الرومو وعارف الاحداث وعارف شكون هو لوتور، راه الجهاوي تخرجوا في ساعه، ساعه وحده كافيه تخرج الجهاوي لا برودكسيون ايكريت. الو كتشد الورقه ملي كتحط لك كتبقى تحافظ على القلم ديالك، ما تستريسا ما تبانيكا ما والو، حافظ على لو كالم ديالك، راه هذاك الجهاوي راه فرض بحال اللي كيكون في القاسم بحال اللي غيكون نهار الجهاوي. ودابا راه عطينك الاختيار انك غتختار الرومو اللي باغي انت،
كتقولي يكون غير عطاونا هاد الرومو حنا هاد دابا عطاوك داك الرومو اللي باغي انت واللي باغي انت بيان سيو البنات ولاد اللي كنتمناهم يكونوا على خير وقرب هاد الكونفين موحيد الوغ لا زون ديالنا من زون ا الحمد لله حنا مفتخرين بالسلطه برافو السلطه برافو كلشي الاطباء لي زانفيرميي الاساتذه المعلمين النظافه الوقايه البوليس لي جوندارم العامل القياد السلطه كلها الامن كله والصحة كلها والنظافة كلها والشعب كله برافو الا كلشي كلشي سانز اكسبسيون اللي ما ذكرتوش في المجموعة ديالو راه مذكور الوغ قلنا تعطاكم هاد الجهاوي عطاك الرومو غتختار الرومو اللي غادي تبغي قلنا فاش غادي تلاح الورقة ما تسترساش ما تبانيكاش ما تقلقش ما تخافش ما لان هداكشي كله ماشي في مصلحتك الو بغينا حنا مصلحتك انت اشنو هي مصلحتك خذ ورقتك بالهدوء نحترم الجلسه ديالي نحترم وقتي نحترم ورقتي نحترم الاستاذ اللي في الحراسه لان داك راه دوره الى حرصك مزيان راه ادى خدمته وقتك تفتخر به تفتخر به الى حرصك مزيان راه كيادي في الدور ديالو في المهمه ديالو لان هنا في البلاد كل واحد فينا خصو يدير دوره لان بلادنا تستحق اننا نديرو دورنا فيها كما يجب بحال المدينه اللي كنت كونفيني فيها 3 موا كنقول الناس ديالها برافو الباشا كينزل عند المواطنين السلطه نازله عند المواطنين متعاونه مع المواطنين الناس اللي كيبيعوا ويشريوا كيجيبوا لك داكشي اللي بغيتي حتى للباب يبيعوا لك غير داك الثمن ديال الخضره بلا ما تزيدهم السيرفيس بلا ما تزيدهم الخدمه ديالهم كنقول لهم برافو 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 على الوقفه ديال الوطن وقفه ديالكم مع الوطن لان الوطن بالروح خاصنا نكون واقفين معاه دائما كنقول لهم برافو دوك الناس المقاطعات العماله البشويه الباشا نازل السيده اللي كانت غادي تعمر لينا كتعمر بيدها ما كانش كتقول لك سير عمر وجيب ليا كتعمر بيدها ملي كتقول لها ديك شكرا كتفرح كتشوف فيك وجهها كيتبشر على ديك شكرا اللي قلتي ليها برافو برافو عليها وعلى لي كوليغ ديالها وعلى الناس كلهم اللي خدامين من خاطرهم من نيتهم قلبهم دون مقابل برافو ميل فوا الو كتشد الورقه ديال الامتحان لان انا شويه عجبتني الطريقه باش كانوا دوك الناس كيتعاملوا علاش انا امي بواحد الطريقه اللي انا اللي حاسه بها قلنا ملي كتحط لك الورقه ديال الامتحان كتقرا لو تيكست 2 و 3 فوا نقرا المره الاولى غنفهم حاجه نقرا المره الثانيه غنزيد نفهم حاجه اخرى نقرا المره الثالثه غنزيد نفهم اكثر انا ملي كنقرا لو تيكست ولكن كنغرق في لو تيكست نركز معاه لان ديك هي فرصتك ما تفلتهاش كتقرا لو تيكست 2 فوا 3 فوا عاد كتشوف لي كاستيون ملي كنشوف لي كاستيون كنقرا لي كاستيون ا واش فيها ا و بي و كاستيون 2 واش فيها ا و بي و سي كاستيون 3 4 5 6 7 حتى ل 10 ولا 11 ولا 12 لان هنا هما لي كاستيون تيكونوا متخططين في ان ريجيونال كيكون حتى ل 10 ما بين 10 و 12 الا كان ا فيه ا و بي كندير ا وندير ا ها لا ريبونس بي ها لا ريبونس كندوز ل 2 نقرا ولكن حتى نقرا الاسئله كامله عاد نرجع تاني نعاود نقراها مره تانية لان شي مره كيعطوك سؤال ديال الذكاء تيكون الجواب ديال سؤال 1 ولا 2 ولا 3 يكون جواب في 6 ولا في 8 ولا 9 الو ما نفلتهاش هذه الفرصه كنقرا لي كاستيون كاملين بلا ما نخرج نقرا لي كاستيون كاملين بلا ما نحط لا ريبونس كنكون عارفها كنكون عارفاها وكنعاود تاني نقرا لي كيسيون وكنعاود نقرا لي كيسيون تيبانوا ليا راه ضروري كيعاونوني في شي كيسيون عطيني الجواب ديالها على بطريقه ديال سؤال الوغ غادي تكونوا فهمتوني دابا شنو غادي نقول لكم داكور سي بون ملي كنقرا لو تيكست 2 فوا 3 فوا كنقرا لي كيسيون كاملين 2 فوا 3 فوا بلا ما نزقل ديك العناوين الصغيره ولا الاسئله الصغيره ديال ا بي سي ولا ا بي سي دي حتى هما كنخرجهم وما نديرش ديك لا فوت الا ما عرفتش كيسيون 2 كننقصها وندير 3 ونخلي 2 حتى لمورا 6 ولا 8 نو كنخلي لها بلاصتها خاويه ا و بي و سي ولا كانت غير 2 ملي كنكمل الاسئله ولا الاجوبه ديالهم عرفت سؤال 2 كنلقى بلاصتو خاويه
كنحط الجواب باش يكون عندي الترتيب، باش يكون عندي التنظيم في الورقه. ملي المصحح غيشوف لي الورقه راها مرتبه راها نقيه، حاولوا من البلونكو، حاولوا من الضريب، ما نضربش، ندير بغويه وحدايا، ندير فين ندير الوسخ، ندير البغويه وحدايا. الوغ تنتاكد عندي لا ريبونس في الورقه، راه عندك جوج سوايع، الا ما ضيعتيهاش انك تشوف هكذا وهكذا راه غادي يقدوك هذوك جوج سوايع ويفوتوك. وما نزربش نخرج انا الاول ونخرج باش نقول راه ساليت. خذ وقتك، جوج سوايع ديالك انت، ديك الساعه الوقت ديالك، القسم ديالك، الاستاذ راه معاك، غادي يبقى حتى تسالي ديك جوج سوايع. الا الظروف كلها ديالك، نقرا مزيان الورقه ونعاود الاسئله. الا ملي نسالي لي كيسيون نقرا لو سوجي دو لا برودكسيون ايكريت، نقراه ونعاودو، ندير لانتروديكسيون هي الاولى، نهضر على الموضوع بصفه عامه اون جينيرال، ما نديرش في لانتروديكسيون موا ولا نو ولا فو، نو كنهضر اون جينيرال على لانتروديكسيون، على المقدمه، ما ندخلش فيها انا ولا نحن ولا انتم، كنهضر اون جينيرال. انا كنديرها في ديفلوبمون، علاش كدير انا؟ كتعطي رايك، وداك الراي اللي خاصك تعطي عليه لارغومون. الوغ ملي كدير 3 ارغومون ولا 4 ارغومون كدوز لا كونكلوزيون، في لا كونكلوزيون كتعطي واحد النتيجه لداكشي اللي هضرتي عليه في ديفلوبمون، كتخرج بواحد النتيجه الكونكلوزيون، كتخرج بواحد الخاتمه على داكشي اللي عطيتي عليه رايك ودرتي عليه دي زارغومون. الوغ ملي كتسالي لا برودكسيون اكريت كتراجع ورقتك ضروري، ماشي عام سالي ونعطي الورقه ونخرج كنجري، نو راه ما خصش عام يتضرب لك في لحظه، ناخذ وقتي حتى نشوف ان راه وصلوا دوك جوج سوايع اللي عاطيني. كتسالي، كتحط الورقه، كتخرج، ما تبرزت لا استاذ، ما تبرزت لا الزملاء اللي غادي يدوزوا معاك، لي كوليك ديال لي كاميرات ديالك اللي غيدوزوا معاك ما تبرزتهمش. الوغ كتخرج بالهدوء وكتحافظ على الهدوء ديالك. ودائما كنصح التلاميذ يا في الامتحان يا في درس عادي خلال سنه كامله انك تكون مسؤول، تكون كتحس بالمسؤوليه، واخا تكون فلاش دو 16 ولا 17 ولا 19 ولا حس بالمسؤوليه ونحترم نفسي باش الاستاذ يحترمك، وراه ما غادي يكون حتى شي حاجه. وما تقولش راه ما تكونش عندك ديك الفكره ان راه الاستاذ المصحح غيضيعني في النقطه، ابدا جامي. واش استاذ يتحمل المسؤوليه انه يضيع شي تلميذ لا تلميذه في نقطتها؟ لا. فين كتضيع لكم النقاط؟ في الورقه ما كتكونش مقاده، التنظيم ديال الورقه، الكونسيل ما تيكونش، نظم ورقتي، الخط البنات والولاد، الخط الاستاذ راه ما يمكنش شي كلمه ما بيناش مزيان ما مقرياش مزيان غادي يعرفها، اذا الكلمه اللي ما مقرياش مزيان ما مفهوماش مزيان غتحسب خطا، هذا اذا الخطا ديالك. من دابا بداو تكتبوا لي سوجي لا برودكسيون ايكريت، و او ميم طون خدموا على ليكريتور، على الخط، خدم على الخط، لان الخط هو اللي غادي يخلي الاستاذ يفهمك اشنو كاتب، باش تحاول الاستاذ يتواصل معك من خلال الكتابه ديالك، باش النقطه ديالك تحافظ عليها من الخط، من النظافه ديال الورقه، من التنظيم ديال الورقه. او الاستاذ راه ما عليه الا يعطيك نقطتك، راه ما عمر الاستاذ يظلم التلميذ لا التلميذه. الا شي دراري قال لك انتيغون، اشنو مالي السوجي اللي يقدروا يتلاحوا في انتيغون؟ لان لحقت لكم لي سوجي اللي يقدروا يتلاحوا في لا بوطا ميرفي، راه كاين فيديو على لا بوطا ميرفي واشنو مالي السوجي اللي يقدروا يتلاحوا في انتيغون. الوغ لي سوجي اللي غيقدروا يتلاحوا في انتيغون، عندنا هنا ان انتيغون ما عايشاش مع لا فامي ديالها، ما عايشاش مع باها وامها، باها اوديب انتحر بعد ما فرقع عينيه ومات، مها جوكاس ملي عرفات راسها ان راه مزوجه بولدها اوديب والده من اربعه انتحرات ماتت، خوتها تقاتلوا على لو بوفوار على الملك، اذا هي بقات عايشه غير مع لا نوريس ومع اختها اسمان عند خالهم كخيون اللي ما متسوقش ليهم، اللي ما مهتمش بالرعايه ديالهم، مهتمه بهم غير لا نوريس. الو هنا غنقولوا لو رول دو لا فامي، لو رول دو لا فامي، دور العائله، لو رول دو لا فامي، دور العائله. الو هنا قلنا ثاني خوتها بجوج تخاصموا على لو بوفوار، تخاصموا على الملك، على السلطه،
اذا هنا لو بوفوار ملي تيكون ان انسان في يد واحد السلطه كيفاش كيتصرف الوغ لو بوفوار لو سوجي الاخر اكسبتيفو لي كونساي دي ادولت انت ان ادوليسون ولا ان جون واش كتقبل النصائح ديال البالغين واش تقبل النصيحه ديال الاب ولا ديال الام ولا ديال الخال ولا ديال الاستاذ ولا ديال العم ولا الوغ لي كونساي دي ادولت نصائح البالغين الوغ هنا انتيغون فاش خالها الملك كريون كيقدم ليها النصيحه فاش قال لها تيب راه محتاج الامير تولديه ان امو غيولي ملك من بعد باه وشكون هاد الوغ امو خطيبته هي انتيغون غادي يتزوج بها كون بقات عايشه غتولد امير داك الامير هو اللي غادي يكون ملك من بعد كريون امو قال لها حنا تيب محتاجه الامير اللي غتولدي ما محتاجاش الموت ديالك ها خاصك سيري تزوجي وتزوجي بامون دغيا تقدم لها نصائح سيري تزوجي بامون دغيا سيري تمسكي بالحياه سيري نكري انك قولي لهم ماشي انا اللي دفنت سيري طلعي لا شومبر ديالك وقولي انا مريضه لا نوريس تقول بحالك اذا تقدم ليها هنا نصائح ولكن انتيغون تيتو عنيده انتيتي عنيده الوغ هنا واش تقبل انك تكون تيتو اتر تيتو واش تكون عنيد الوغ هنا الموضوع ديال العناد انتيغون فاش ما وافقاتش لخالها على النصائح ديالو مره كيعاملها بليونة كخال مره كيعاملها بعنف فيولونس الوغ هنا لو سوجي دو لا فيولونس سوجي لاخر لا فيولونس الوغ هنا قلنا انتيغون كانوا عندها جوج خوت ماتوا بقات معاها غير اختها اسمان الوغ هنا افوار ان فرير ولا اون سور تكون عندك اشنو لي سنتيمون ديالك ملي تكون عندك اخت ولا اخ افوار ان فرير ولا اون سور كيفاش كيكونوا لي سنتيمون ديالك ملي يكون عندك اخ ولا اخت كيفاش يكون الاحساس ديالك هنا لا تريزون لا تريزون فاش اتيوكل خو بولينيس اللي هما خوت اسمان وخوت انتيغون خانوا باهم كيفاش تخانوا باهم اتيوكل كان بغى يبيع تاب اللي يدفع اكثر كان بغى يبيع تاب اللي غادي يعطي الثمن اكثر اذا هنا خان المملكه وخان باه بولينيس ارسل الباه لا شاس لوم مطارده باش اللي لقاه يقتلو لان الاب كان جر على بولينيس ورسلو الجنديه لان بولينيس كان ضرب باه اوديب النيفو حتى بكا اوديب وسالو نيفو بالدم وما بغاش اوديب يحاكم ولدو اشنو دار ارسلو عند لي زارجيان جندي وبولينيس ملي مشى عند لي زارجيان كسولدا بغى ينتقم من باه كيفاش غينتقم من باه دارلو لا شاسالوم مطارده باش اللي لقاه يقتلو اذا هنا خيانه لا تريزون رايك في لا تريزون خيانه الموضوع العام علاش تسمات اون تراجيدي تراجيدي مودرن مأساة عصرية انتيغون ملي عاقبها خالها ملي دفنات لان كان مانع الدفين ديال بولينيس باش عاقبها انها دفعها دفنها في مغارة اديس حية غلق عليها في مغارة اديس حية الوغ انتيغون ما تحملتش انها تدفن حية اش دارت انتحرات باش انتحرت بالحزام ديال كسوتها بالحزام الملون ديال كسوتها واش انتحرت امون اللي دخل على خطيبته انتيغون لقاها منتحره خشى السيف في كرشو انتحر على خطيبته انتيغون اوريديس مرات الملك خيون ملي سمعت ان ولدها امون انتحر على خطيبته انتيغون دخلت لا شومبر ديالها فين كتنعس وهي شابه قبل ما ياخذها الملك خيون وقطعات لا غورج ديالها كانت تخدم في لي تريكول الفقراء ديال تيب حطات لي زيغوين بعد ما كملت السطر يعني المسؤوليات كملت المهمه ديالها كملت مسؤوليتها حطات لي زيغوين ومشات لا شومبر ديالها اللي وصفها لينا جان انويل ولا جان انويل جان انوي كل واحد وكيفاش كيقرا كل واحد وكيفاش كيقراها دونك كل واحد كيفاش كيقرا لو نو ديال جان انويل جان انويل جان انوي دخلت ديك لا شومبر ديالها
وقطعات العرق ديال الانتحار على ولدها ايمون اللي انتحر على خطيبته انتيغون اللي انتحرت في المغاره ديال اديس. الوغ هنا انتحار ولا سويسيد، لو سوجي هو لو سويسيد انتحار. اذا شفنا لي سوجي، سوجي الاول لو رول دو لا فامي، سوجي الثاني لو بوفوار، سوجي الثالث اكسبتي فو لي كونساي دي ادولت ولا لي كونساي دي ادولت، سوجي 1 2 3 4 السوجي الرابع كاتريام سوجي اتر تيتو تكون عنيد لا ان تيتي. سوجي الخامس لا فيولونس العنف، رايك في لا فيولونس. سوجي السادس افوار ان فرير، شنو لي سنتيمون ديالك ملي تكون عندك اخ ولا اخت. الوغ سنتيمون اللي هو زوين بزاف ان يكون عندك اخ ولا اخت، ما تكونش بوحدك ما تكونش وحيد. سوجي الاخر اللي هو لا تريزون، الخيانه، كيفاش كتحس بالخيانه. كيف ما قلنا ان اوديب والمملكه ديال تاب خانوهم اثيوبيا وبولينيس، قلنا اثيوبيا بغى يبيع المملكه وبولينيس ارسل لا شاس لهم الباه باش يقتلوه. ولو سويسيد لان انتيغون انتحرت، لو سويسيد هي انتحار، انتحرت انتيغون، انتحر بولينيس، انتحرت اوريديس. الو هادو هما لي سوجي اللي عندنا، لي تيم ولا لي سوجي اللي عندنا انتيغون. الو بون كوراج، غدا ان شاء الله غادي نكمل لو رومون ديال انتيغون. الو جو فوز ام توس اي ا دومين ان شاء الله.